مساكم ابيض بخط حمر لون تيشيرت نادين الملك العظيم، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا. برنامجنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادي الزمالك وكمان اهم الاخبار المحليه والعالميه، ولكن بدايتنا زي كل يوم اهم عناوين الحلقه. ملوك الصالات سوبا اليد. الزمالك في افريقيا من اجل اللقب. دوري أبطال أوروبا مواجهات نارية. أستاذ عبد الناصر سليمان في ضيافة أخبارنا. النهارده في لقاءات مهمة جدا في دوري أبطال أوروبا، يعني كل الناس بتتابع تشامبيونز ليج، الناس مستنيه تعرف ايه اللي هيحصل النهارده في برشلونه وبايرن ميونخ. في كمان اللقاء بالنسبه لنا مهم عشان صلاح ليفربول واياكس. فتوقعاتكم النهارده لمباريات دوري ابطال اوروبا اليوم، يا ريت تقولوا لنا كل توقعاتكم على السوشيال ميديا بتاع قناه نادي الزمالك. لازم أبدأ كلامي معاكم النهاردة بتوجيه الشكر والإشادة والتحية اللي احنا دايما متعودين يعني من الكوماندوز على ده، بس لازم نقول لهم شكرا على الأداء العظيم اللي عملوه امبارح. شكرا لملوك الصلاة فريق اليد في نادي الزمالك، زي ما عودتونا، زي ما احنا متعودين منكم كالعادة، فرحتونا وأسعدتونا، أثبتتولنا انكم الأقوى دائما في مصر وأفريقيا. قدروا امبارح ان هم يفوزوا باللقب كأس السوبر على حساب النادي الأهلي بنتيجة 27-23. الزمالك كان متسيد اللقاء طول الوقت، يعني طول اللقاء الزمالك متقدم، سواء بقى بفرق 2 فرق 3، الفرق يزيد شوية 4-5، ولكن الزمالك قدر يعمل امبارح لقاء كبير جدا. شكرا للكوماندوز، شكرا للأبطال، شكرا على كل لحظة حلوة عايشتونا فيها قبل كده، شكرا على كل لحظة حلوة لسه هنحتفل بيها معاك. وصراحة كلهم امبارح أبدعوا، كل الفريق امبارح أبدع، ولكن لما نتكلم على كرة اليد لازم نتكلم عن الأسطورة أحمد الأحمر. مش معنى كده أن بقية الفريق ما كانش حلو، لا، الفريق كله أبدع، كله أبدع، من كاتونجا للوكا لكل الناس، لهتلر، كل الناس أبدعت، لقداح، كل الناس بلا منازع أبدعت امبارح. ولكن لما اجي اتكلم فلازم اشيد بكابتن احمد الاحمر اللي بيثبت كل يوم وبيثبت لكل الناس ان بجد العمر مجرد رقم. ده اللي بنشوفه بالادله اللي بنشوفها، بالارقام، بالتالق المستمر، بالتسجيل، دايما بيعمل نتائج جيده. كان هو احد اسباب التتويج باللقب مع كل زملائه، كمان فلفل وكل الابطال صراحه وكابتن روبي. يعني بصوا لو احنا نتفرج كده على اللعيبه والروح الحلوه اللي موجودة، حاجة في منتهى الجمال، حاجة في منتهى الإبداع. امبارح الزمالك بيلعب بمنتهى الانسيابية، تحس إن اللعيبة عارفة هي بتعمل إيه، اللعيبة بتلعب وهي مغمضة، اللعيبة وصلت لمرحلة من الانسجام رهيبة جدا. زي ما أشدت بفريق الزمالك لازم أقول هارد لك طبعا للفريق النادي الأهلي. وكمان حاجة حلوة جدا دايما بتكلم عليها في كرة اليد، كرة اليد بعد اللقاء اللعيبة كلها بتسلم على بعض، روح لطيفة بتكون بين الفرقتين. في النهاية مفيش جديد، الزمالك هو أبطال اليد وملوك الصلاة، والسنة دي الزمالك أبطال في كل الألعاب. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نبدأ كلامنا من جديد ونروح نشوف مشوار الزمالك في أفريقيا، ولكن بعد الفاصل. زمالك في اليد أبطال في كل الأماكن، إحنا أبطال القارة، أبطال مصر، أبطال أي ماتش في اليد الزمالك لازم يكتسح. وزي ما شكرنا اللعيبة واتكلمنا عليهم، لازم أقول شكرا لأحمد مرتضى منصور المشرف على ألعاب الصلاة. من أول ما رجع البطولات بتعود من جديد وبتزيد من جديد، واللعيبة في حالة جيدة، هو ده اللي بنتكلم فيه. اللعيبة بتكسب، ده الطبيعي، رجالة اليد بتكسب مهما كانت الظروف،
في صعاب، ما فيش صعاب، في محن، في أريحية، بيكسبوا صراحة. ولكن لما كمان يتوفر لهم مناخ جيد، يتوفر لهم عقود كويسة، يتوفر لهم كل حاجة، بيتألقوا زي ما شفنا امبارح كده من قبل ما الماتش يخلص بدقيقتين والزمالك بيحتفل. نتيجة كويسة جدا، أداء كويس جدا، لعبة الزمالك دايما في كرة اليد متسيدة، مهما أي حد جاب محترفين، مهما أي حد جاب أسماء، خلاص العقلية بقت للزمالك. الصورة دي ليها ألف معنى، والفيديو ده ليه ألف معنى. اللعيبة هنا بتحتفل مع بعض، وكابتن أحمد الأحمر بيحتفل مع أحمد مرتضى، والناس كلها سعيدة جدا. خلاص لو اتكلمنا على اليد هنقول بطولات إيه ولا إيه ولا إيه، أبطال السوبر المصري والأفريقي والدوري وكل البطولات بلا منازع، بلا منازع إحنا الأبطال. ما نسألش إحنا هنلاعب مين ليه علشان إيه إمتى، أي حد هنلعبه بنلعبه وبنكسب، اي حد بنلعبه تمام هنلعب فلان وهنكسبه. ما بنسالش بقى هو ليه فلان ده دخل اصلا بطوله السوبر عشان ايه، هو بطل الكاس ولا بطل الدوري، مش عارفين. بس لسه مكملين كلامنا عن اليد، وهنحتفل باللاعبين النهارده في وسط الحلقه، وهنكلم بعض لاعبين اليد نحتفل بيهم، وايا كان هنلاعب مين ان شاء الله الفوز دائما للزمالك في كل الالعاب. هنروح من ابطال اليد لابطال القدم، معلش ما اصل ابطالنا كتير، فحابين نتكلم وندي كل أبطال حقهم. الزمالك عنده لقاء مهم جدا يوم الأحد، يعني لقاء في بداية مشوار مهم، بداية مشوار أفريقي يوم 18، والعبقري فيريرا بيستعد بقوة كبيرة جدا لماتش إلكتر تشادي في دوري الأبطال. طبعا حضراتكم عارفين إن الماتش هيتلعب في الكاميرون، وأقول لكم ليه تاني في الكاميرون، علشان التشاد ملعبهم مش مطابق للمواصفات، فإن شاء الله هنطمنكم على فريقنا وعلى استعداداته وعلى اهم الحاجات اللي بيشتغل عليها للقاء اللي جاي. يعني الزمالك بيبدا يشتغل، بيبدا يسعى لموسم جديد. كمان هطمنكم على امام عاشور، هيكون في فحوصات النهارده عشان يتاكد هيكون موجود بنسبه قد ايه في اللقاء اللي جاي. ان شاء الله يكون حاضر، والف سلامه عليك يا امام، بتبقى حاجه بسيطه ان شاء الله. والزمالك عنده ملحمه كبيره جدا ويعديها ان شاء الله، محدش يقول لي الماتش هيكون سهل. ماتش ان شاء الله الزمالك يسهله، ولكن نسجل في البدايه. نروح من تشامبيونز ليج الافريقيه لتشامبيونز ليج الاوروبيه، وبطوله مهمه جدا العالم كله بيستمتع بيها، العالم كله منتظر يعرف اللقاءات. وفي النهارده لقاء ضرب نار، عندك النهارده برشلونه وبايرن ميونخ، لقاء يعني ده الناس كلها قاعده مستنياه، ايه اللي هيحصل؟ الاثنين يعملوا ايه في بعض؟ برشلونة اللي جاي من بعيد وبيعمل تيم جديد وعايز يرجع لاسمه، وبدأ يمشي بشكل جيد وتسجيل، وبدأت مكنة الأهداف ترجع. الليفا هيعمل ايه امام فريقه القديم؟ ليفاندوفسكي هيعمل ايه امام بايرن ميونخ؟ وعندك ماني هيتألق وهيبدع مع بايرن ميونخ ولا لا؟ وايه اللي هيحصل النهارده؟ ملحمة قوية الساعة 9. اما بقى اللقاء الاقرب لقلوبنا كلنا، ليفربول واياكس، كلنا عايزين نتابع فرعون المصري هيحتفل النهارده وعايز يرجع للتألق من جديد، وليفربول عايز يصالح جماهيره كلهم ويسجل ويحقق اول فوز ليه في تشامبيونز ليج. يعني شفنا اللقاء الاول نابولي عملت عليهم ماتش صعب جدا، ماتش صعب جدا 4، وماتش كان ممكن يخلص اكتر من 4. ليفربول بتعيش حاله غريبه جدا جدا، محدش فاهم في ايه. يعني يورجن كلوب لما كان في تصريح بيتسال، بيتقال هل تاجيل الدوري هياثر على ليفربول او هيخلي الايقاع يقل؟ فقال لهم هو فين الايقاع؟ قال لهم هو فين الايقاع؟ تخيل لما المدير الفني يقول هو فين الايقاع؟ يا ريت لو التوقف ده او التاجيل ده هيغير ايقاعنا، اتمنى الايقاع يتغير. مدرب مش عاجبه حاله ومش فاهم في ايه. هل يا ترى ليفربول انتهى؟ هل يا ترى ليفربول خلاص انتهى ويحتاج يجدد جيل ويغير مدرب وي ولا النهارده هيكون ليهم راي تاني؟ اتمنى صلاح يعود للتسجيل والتالق، في بدلك غريب مع محمد صلاح، وان شاء الله النهارده يسجل. كمان النهارده بيبدا معسكر منتخبنا الاول تحت قياده البرتغالي في فيتوريا، وطبعا المنتخب يعني بيستعد كده لوديتين نيجيريا وليبيريا يوم 23 و27 سبتمبر الجاري. وسبق واعلن فيتوريا قائمه المنتخب للمعسكر، ولضم كل من شناوي
محمد الشناوي احمد الشناوي ومحمد صبحي وعمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم واسامه جلال وباهر المحمدي علي جبر وايمن اشرف ومحمد حمدي وحمدي فتحي نبيل دونجا ومحمد ابراهيم ومحمود حماده مروان عطيه اسلام عيسى عبد الرحمن مجدي وشادي عيسى واحمد عادل واحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي واحمد شريف بالاضافه الى 8 لاعبين محترفين هم صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش واحمد حجازي وطارق حامد ومصطفى محمد وكوكا وسام مرسي. وزي ما بدات كلامي عن اساطير كره اليد واتكلمت عن اساطير كره اليد في نادي الزمالك واحنا متسيدين اللعبه في القاره كلها وحققنا بطوله مهمه جدا بجداره واستحقاق، هختم كلامي ايضا بكره اليد وبرضه بجدد شكري لفريق اليد بقول لهم دايما بتفرحونا. خلونا نطلع تقرير نشوف تقرير حلو كده عن انجازات ملوك الصلاه اللي تعودنا عليه دايما ونرجع نبدا اخبارنا، يلا بينا. لقب جديد أضافه كوماندوز اليد لدولاب بطولات ملوك الصلاة في مصر وإفريقيا بتحقيق كأس السوبر المحلي على حساب الأهلي. فاز الزمالك بنتيجة 27-23 ليحصد لقب البطولة المستحدثة هذا الموسم في مباراة شهدت تألق كافة اللاعبين على رأسهم الأسطورة المخضرم أحمد الأحمر قائد الفريق بجانب باقي زملائه وأبرزهم محمد علي لوكا وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر وحسن قداح. أبطال اليد أثبتوا للجميع أنهم من طراز فريد، تخطوا كل الحدود وفازوا بكافة الألقاب الممكنة وما زالوا يحلمون بالمزيد والمزيد. ومن ساعات قليلة نجح الأبطال في إضافة لقب جديد تحت قيادة الإسباني ماتيو جارالدا المدير الفني الجديد الذي أعرب عن سعادته بتحقيق أول بطولة محلية مع القلعة البيضاء، لكنه في الوقت نفسه أعلن عدم وجود وقت للراحة لبدء الاستعداد القوي للبطولة العربية والبطولة الإفريقية لتكون مباراة السوبر المحلي مجرد بداية لموسم جديد ناجح لفريق كرة اليد كما اعتدنا على مدار السنوات الماضية من ملوك الصلاة الذين لا يقبلون إلا بالألقاب واعتلاء منصات التتويج. حنا مستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك والجهاز الفني بعد الفوز بلقب السوبر المصري عقب التغلب على النادي الأهلي في مباراة كانت مثيرة جدا وفاز الفريق طبعا بأداء ولا أروع. ونادي الزمالك دايما بيقدم أداء جيد في اللقاءات الكبيرة وقدر يفوز بنتيجة 27-23. علشان كده معانا على التليفون نجم من نجوم الكوماندوز محمد رمضان هتلر، منورني يا غالي. ربنا يخليك يا قضا، منور بيك يا حبيبي ودايما متعلق كده وبستمتع لما بشوفك وبتكلم معاك والله، ربنا يخليك. مبروك أولا. الله وثانيا وحشني، ما شفتكش بقالي كتير، ما تقابلناش بقالي كتير، بس امبارح امتعتونا كالعاده ودايما بنتفرج عليكم علشان نعرف هنكسب النهارده ازاي ونعرف الماتش هيعمل ايه ونعرف انتوا دايما بتقاتلوا في الملعب. امبارح اللقاء كان يعني مش هقول سهل او صعب، ولكن اللقاء كان الزمالك قدر يساعد ان هو يكسب من بدايه، الزمالك فارق دايما هو الليد في الماتش. امتى بدات تحس ان خلاص الماتش بتاعنا؟ والله بس الف مبروك لينا جميعا، يعني طبعا جمهور مجلس اداره بجهاز كل المنتمين لنادي الزمالك الف مبروك. صراحه احنا تعبنا وكنا عاملين معسكر وعاملين فتره اعداد ثقيله جدا، مدرب جديد مدرب محترم قوي والجهاز كله ناس محترمه جدا وبيشتغلوا وعاوزين نعمل حاجه السنه دي، لان السنه دي انت عارف ان خرج مننا كابتن يحيى الدرع وسيف الدرع، دول يعني قيمتهم كبيره بره الملعب وجوه الملعب، وكمان اصابه مودي للاسف اصابه كبيره ربنا يشفيه يا رب ويقومه بالسلام يا رب. الصليبي وافتقدناه كتير وكنا معتمدين عليه السنه دي بشكل كبير مع لوكا طبعا بس الحمد لله لعيبه رجاله ومتعودين ان احنا لازم كتف في كتف، وساعه الجد بتبقى ايد واحده ورجاله، وبجد الفرقه كلها الدكوره
دايما قلبهم على المكسب، واحنا متعودين على كده، فالحمد لله يعني ربنا اكرمنا، وده كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله. لوكا امبارح عمل مشاكل ولا كان قاعد يهرج وبوظ الماتش وطلعكم التركيز كالعاده ولا كان عادي؟ لا بالعكس، ده لوكا كان العقل كله امبارح بصراحه، وكان ماسك الملعب كل اللي اتفقنا عليه، وقعدنا هو قاعد مع الناس اللي بيهاجموا عشان هو بلاي ميكر مسؤول عن كل الخطط الهجوميه، والناس اللي بتدافع قعدنا مع بعض برضو اتفقنا على كل حاجه هنعملها، وقرينا الاهلي كويس وذاكرناه كويس بصراحه، كل الناس نفذت كل اللي احنا انا عارف ان لوكا مش مجرد لاعب، ده لوكا هو طبيب النفسي لكل اللاعبين، بيحل المشاكل لكل الناس. بالظبط بالظبط، انا معايا لوكا على التليفون اصلا، احنا معانا لوكا اصلا يا لوكا. كل حاجه انت عايز توصل لايه؟ انت عايز تقول حاجه؟ انا مش عايز اوصل لحاجه، انا عايز اخد اي، عايز بس اغلطه، بس عايز اخليه يغلط بس. لا لا لا، ده الكبير بتاعنا، ده الكبير بتاعنا. لا، ما هتلر ايده تقيله، ما اقدرش اتكلم بصراحه. مبروك يا لوكا، مبروك يعني بصراحه، امبارح استمتعنا بيكم بصراحه. هذا والله هو مبسوط جدا بالبطوله دي، وان هي في بدايه موسم، وبصراحه دي حاجه يعني الحمد لله ان ربنا كرمنا كده في اول سيزون كده ببطوله زي بطوله السوبر كده. يعني انا كنت لسه بسال هتلر وبقول له امتى حسيت ان الماتش قرب مننا؟ امتى حسيت ان البطوله قربت؟ والله بص، هو يعني لحد اخر لحظه، لا انا يعني من طبيعتنا ان احنا بنفضل ماسكين لحد الاخر، بس هو في وقت كده انت لما بتحس، لما الفرقه هتلر واحمد حسام وحسن هي المجموعه اللي كانت بتدافع، لما كانت خلاص بتعمل اللي عليها، فانت خلاص حسيت ان الموضوع صعب جدا ان هم يجيبوا جون، فده بيقرب لك، بيديك ثقه انت في الهجوم انك تعمل اي حاجه، حتى لو انت غلطت وانت عارف ان هم لما الكره تيجي عليك هم هيقدروا يدافعوا عليها ويجيبوها لك تاني. انا امبارح بصراحه وانا بتفرج اطمنت في الدقيقه 25 من الشوط الثاني، بدات احس ان خلاص في كوره كده فعلا بتاعت الاحمر، متهيألي البنالتي هي دي اللي حسمت الدنيا، يعني احنا كنا خلاص راكبين وهم ناقصين واحد، فهي دي اللي حسمت الدنيا. يعني انا برضو عايز اسالك يا هتلر، هل بتحس ان اللود عليكم اكتر كخط قوي ورا مع حراسه المرمى فلفل او كريم؟ هل بتكون حاسس ان انتوا اللي عليكم الاهميه اكبر، انكم اهم حاجه تمنعوا المنافس ان هو يسجل؟ والله هو في الفرقه ما فيش حد اهم من حد، هي الفرقه كلها مهمه جدا، بس هو احنا بتبقى دايما جوانا كده ان ما فيش جون يدخل، يعني حتى دايما بقول ما فيش ولا جون يخش، هو ده طبعا مش طبيعي، هو لازم انت جول هيخش ولازم هتغلط وكل حاجه، بس انا من جوايا انا مش عايز ولا جون يخش اصلا يعني. وبرده كريم وكل الناس اللي بتدافع، احمد حسام وحسن وخالد وليد، كل الناس رجاله بجد بيبقى من جواها ان هم لا، مش هخلي حد يقدر يشوط، مش هيقدر حد يباصي، هنمنع الكره توصل لكريم، لو وصلت له تبقى وصلت له سهله. وكريم ما شاء الله يعني، طبعا يعني الشات فيه مجروحه، يعني كلهم لعيبه رجاله، حتى فلفل لما نزل صد ضربه جزاء مهمه جدا في وقت مهم. كل الفرقه بصراحه عملت اللي عليها، وربنا يكملها ان شاء الله، دي بدايه كويسه، يا رب نكمل عليها وندوس ناخد كل حاجه السنه دي ان شاء الله، يا رب يا رب يا رب. خليني اتكلم معاكم كمان ان السنه دي الزمالك هيشارك في كل البطولات، والبطوله العربيه مهمه جدا جدا، وخلاص بنستعد ليها، شايفين البطوله دي عامله ازاي والاستعداد ليها هيكون عامل ازاي؟ مين لوكا ولا لوكا؟ ماشي، احنا بص، انت خلصت ماتش امبارح، الناس تاخد يوم واحد بس هتفرح فيه، وبعد كده لازم نركز تاني، لان انت عندك ماتش سبت وحد على طول الجايين، مش مفيش، هتسافر الخميس، فيا دوبك هتمرن تمرينه واحده الخميس، تمرينه الجمعه بتبقى خفيفه، لان الماتش هيبقى يوم السبت، وعندك ماتش تاني لحد، المجموعه صعبه جدا. بس احنا متعودين يعني الموضوع ده، ان شاء الله باذن الله نقدر نعدي. انا بس عايز ارجع لكلمه كده انت بتتكلمها مع هتلر، هو هتلر انت هو مش بالنسبه لنا ان هو بيدافع، هو تعتبر الروح بتاع الفرقه، هو اللي بيدي باور للفرقه كلها، علشان انت لما تشوفه انت مثلا طالع في الهجوم، فانت لما بتشوفه وهو نازل هو بيقول لك خلاص مش مهم، احنا هنجيبها لكم، احنا هنعوض لكم الكره اللي ضاعت. فدوره مش دوره بس ان هو كلاعب، هو ليه دور، عايز اقول دور حماسي كبير قوي في الفرقه، الفرقه لما تشوفه واقف كده ما شاء الله وحش كده في الدفاع، فبتطمن، بتبقى عارفه ان خلاص الموضوع ده يعني يا جماعه مفيش جون هيجي سهل، وانا مطمن في الهجوم.
فده دور صعب، صعب لعيب او مش اي لعيب يقدر يعمل الدور ده زي رمضان. صح. يعني احسن من احسن من احسن القرارات اللي خدها في حياته، يعني ان هو كمل السنه دي، ما بطلش، لان كان الموضوع هيبقى صعب. لا مفيش تبطيل، لا معلش مفيش، يعني هتلر على الهواء، مفيش تبطيل هتلر، معلش. والله يا حبيبي انا مش عارف اقول لدوسه ايه، يعني هو كلنا شعور واحد والله، يعني ربنا يعلم هتتكلم في ضهر بعض ازاي. ولوكا يعني السنه دي كنا بنحارب ازاي، يعني كل واحد بنحارب لازم نبقى موجودين عشان صحيح فرقه ما ينفعش القوام الاساسي بتاعها يتفكك او ما يبقاش موجود. ودي كل ما بيشوفوا الفرقه لعيبه مهمه ازاي، يعني لوكا مهم ازاي في الفرقه، وادي مهم وادي مهم. طب صراحه ما فيش عنصر مش مهم، يعني الفريق كله صراحه مهم جدا، ما فيش حد فيكو ملوش اضافه، ما فيش حد فيكو مش مهم ابدا. عايز اسالكوا سؤال، حاجه انا وحشتني جدا، من اكتر الحاجات المهمه الجماهير، والجماهير بتتفاعل معاكوا بشكل رهيب، سواء في التمرين سواء في اي مكان في اي دوله بتلعبوا فيها. هل وحشكم انكم تشوفوا الجماهير في اللقاءات الموجوده في مصر، في الدوري، في الكاس، في السوبر؟ وحشكم الجماهير في الصاله؟ اكيد طبعا، هم بالنسبه لنا يعني زي ما تقول ايه، الوقت اللي الناس كلها ما كانتش مصدقه ان انت ممكن تكسب، هو ده الوحيد اللي بيديك الباور، ان انت بناس تلاقي ناس بتبعت لك مسجات، الناس بتكلمك، الناس بتشوفك في الشارع تقول لك لا انتوا هتكسبوا وانتوا هتعملوا واحنا في ظهركم. وبنشوف ده اكتر في حاله لو احنا خسرنا، انت لما بتخسر ما بلاقيش سياسه الهدم دي، بتلاقي سياسه ان الناس كلها بتقف بظهرك وتقول لك مش مهم وهتجيب البطوله اللي بعديها واللي بعديها. فانت بتبقى يعني انت بتبقى واثق ان انت هتقدم كل 100% بتاعتك، تقدم اقصى مجهود انت بتقدر تقدمه، وهم بيقدروا الكلام ده. يعني النتيجه هي مش مكسب وخساره بس، لا هي نتيجه بالنسبه لهم ان هو يشوف ان انت عملت كل حاجه، لان النتيجه دي بتاعت ربنا، وهم مقتنعين بالكلام ده. صح. وهم عارفين ان ده مش كلام كده وخلاص. يعني انت لو خسرت مثلا بطوله، احنا خسرنا بطوله السنه اللي فاتت، لا يقول لك خلاص مش مهم، عندنا بطوله اللي بعديها. خسرنا السوبر وبعديها بست سبع ايام كسبنا بطوله افريقيا ابطال الكؤوس، لان الناس كانت واقفه في ظهرنا. فدي حاجه مش غريبه عليهم، واحنا محتاجينهم يعني اضعاف ما هم كانوا واقفين معانا، عايزين اضعاف السنه دي والسنين اللي جايه، لان فعلا هي مش بتمشي غير فبيكون المنظومه كلها مع بعض ايد واحده، مش بتمشي فرقه بس او جمهور او اداره او لعيبه، لازم كل المنظومه كلها تكون ماسكه في ايد بعض. يعني صراحه انا مش عايز اقفل معاكم، عايز اقعد اتكلم معاكم طول الحلقه، ولكن انا عارف انكم واخدين يا دوبك يوم كده وتكملوا تمرين، فمبروك ودايما مفرحنا، وان شاء الله بارك لكم على بطولات كتير السنه دي. شكرا جدا لوكا على وقتك، شكرا جدا هتلر على وقتك، شكرا ليكم، دايما بتمتعونا، عمرنا ما ننسى ابدا ابطال اليد اللي دايما هم اللي بيفرحوا جماهير الزمالك في عز ما كان في محن، في بعض الالعاب كان ابطال اليد هم مصدر السعاده لنادي الزمالك. خلونا نروح من ابطال اليد لابطال القدم وكره القدم اللي تم يعني استعداد كده الفريق، ان الزمالك هيسافر ان شاء الله لكاميرون عصر الجمعه المقبل عن طريق طائره خاصه وفرها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور. ده طبعا بيعكس حرص كبير على راحة اللاعبين، عدم تعرضهم للإرهاق والضغط قبل المباراة. الفريق هيتحرك من مصر يوم الجمعة وهيخوض تدريبه الرئيسي يوم السبت قبل المباراة اللي هتنطلق يوم الأحد بإذن الله. كل التوفيق لفريقنا. نروح للبرتغالي فريرا، واللي كان حريص جدا خلال التدريبات الأخيرة على تصحيح الأخطاء اللي ظهرت من اللاعبين خلال إيه بقى؟ مش خلال الفترة اللي فاتت، لا ده خلال مباراة الهلال، اللي أنا شوفوا بيقارن إيه بإيه؟ عايز يصحح الأخطاء اللي كانت في لقاء الهلال بقوته بمحترفينه بالتاكتكس بتاعته بكل حاجة علشان ما تحصلش في ماتش القادم. هنا مدير الفني، هنا قوة شخصية فريرا، عنده حرص كبير جدا وشرح للاعبين كل مواقف الفنية والأخطاء اللي حصلت في الملعب، من تمركز، من تغطية للاعبين، واتكلم اللي احنا نطبق بعض الجمل عشان نعدل ده. كمان فريرا تسلم تقرير مفصل من جهازه المعاون عن كل كبيرة وصغيرة في فريق الكترتشادي قبل مباراة الفريقين اللي هتجمعهم في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والوقت اللي جاي هيشهد تحضير خاص من الفريق والجهاز الفني لمواجهة
كل نقاط القوة واستغلال كل نقاط الضعف في المنافس. بعد ما اتكلمنا عن نادي الزمالك ومشواره الافريقي، تعالوا نروح لتقرير عن نادي الزمالك ومشواره الافريقي اللي هيبدا بعد ايام. يلا بينا. لا يفصلنا الا ايام قليله وتنطلق رحله الفارس الابيض في بطوله افريقيا. دوري ابطال افريقيا هدف اساسي للزمالك بالموسم الجديد. فبعد التتويج بكافة البطولات المحلية خلال آخر موسمين، جاء الدور على تحقيق إنجاز جديد. لذا تتجه أنظار ملايين الزملكاوية للتتويج بالبطولة القارية، إنجاز تترقب جماهير الزمالك تحقيقه، لتتكرر فرحة الملايين بعد التتويج باللقب الإفريقي عام 2002 بعد تقديم الزمالك أداء قوي ومميز على مدار البطولة، حتى وصل للمباراة النهائية أمام الرجاء المغربي والفوز بهدف تامر عبد الحميد الشهير في لقاء الإياب بالقاهرة. هدف تخلد في ذاكرة الجماهير التي تتمنى تكرار الإنجاز من جديد. وادي تاني حازم وبيشوط والكورة حلوة. جول جول جميل 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 جميل. تامر 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 يا سلام. الزمالك بدأ الاستعداد بقوة لضربة البداية والتي ستكون أمام إليكت لتشادي يوم الأحد المقبل، مباراة تنتظرها جماهير الزمالك على أحر من الجمر، أملاً في تحقيق انطلاقة قوية ومواصلة إنجازات الفارس الأبيض في البطولات المحلية، ليأتي الدور على الألقاب القارية بعد الفوز بلقب كأس مصر للموسم قبل الماضي والاحتفاظ بدرع الدوري للموسم الثاني على التوالي، ليبقى الجميع مترقب لتحقيق الإنجاز القاري ونترقب سوياً الخطوة الأولى، وكلنا ثقة في قدرة فيريرا ولاعبيه على تحقيق أحلام الجماهير. بعد ما اطمنا على نادي الزمالك، خلونا نبدأ أخبارنا متنوعة. أهلا بحضراتكم من جديد، ونبدأ من عند المنتخب الوطني. بعد ما أعلن طبعا طبيب المنتخب ان المنتخب جاهز في الايام دي، ومنتخب مصر بدا معسكره زي ما احنا عارفين، وطبعا قبل اي حاجه بتحصل لازم يكون في مسحه. احنا نسينا الكورونا ولكن لازم نخلي بالنا. وعلى طول من عند منتخبنا كده اعلن محمد ابو العيلة طبيب المنتخب سلبيه مسحه بالمنتخب بالكامل اللي هيخوض المعسكر في شهر سبتمبر الجاري، ونتمنى ليهم السلامه دايما، وان شاء الله ربنا يحافظ على كل الناس. كمان نروح لميكالي، نروح للمنتخب الأولمبي، واللي أعلن مديره الفني البرازيلي ميكالي قائمة المعسكر اللي هيقام في الفترة من 15 ل 27 سبتمبر استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. القائمة ضمت في حراسة المرمى حمزة علاء، علي الجبري، علي نادر، أحمد نادر السيد، خط الدفاع محمد بكري، محمد مغربي، محمد طارق، عبد الله عادل، أسامة الجزار، إسلام المزين، إياد العسقلاني، وهشام حافظ، خط الوسط رأفت خليل، زياد كمال، وليد علي فرج، مصطفى ميسي، وعربي بدر، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد شحاتة، كريم محمد، عبد الغني محمد، وعلي زعزع، محمود جهاد. خط الهجوم أسامة فيصل، أحمد سيد غريب، عبد الرحمن عاطف. والمنتخب الأولمبي يستعد لمواجهة الفائز من بوتسوانا، وإن شاء الله نكون جاهزين بشكل كبير جدا. كمان خلونا نروح لمنتخباتنا بقى الوطنية، ونروح لمنتخب الشباب. منتخب الشباب اللي بيعمل شغل كويس جدا، منتخب الشباب اللي اختار جهازه الفني بقيادة محمود جابر قائمة من 28 لاعب للمعسكر اللي هيبدا غدا الاربعاء استعدادا لنهائيات امم افريقيا، واستدعى المنتخب اربع لاعبين محترفين، صلاح باشا لاعب اودينيز الايطالي، مصطفى اشرف وموهبة كبيرة جدا 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 في مونشن جلادباخ الألماني، ورامز حافظ لاعب بيترند الاسكتلندي، وعمر عبد الله لاعب هامبورغ الألماني. إن شاء الله يكونوا إضافة قوية جدا لمنتخب الشباب. كمان من الأخبار اللي يهمنا كلنا كزملكاوية، يعني المسلوسي وسيف الدين الجزيري يقودون منتخب تونس في مواجهة الودية لتكون في باريس أمام البرازيل، وإن شاء الله يظهروا بشكل قوي جدا زي ما عودونا.
خلونا نطلع فاصل سريع علشان نستقبل الأستاذ عبد الناصر سليمان ضيفنا اللي ينورنا بعد الفاصل. فاصل ونرجع، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، منورني استاذ عبد الناصر سليمان. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد. يعني انا النهارده عايز اتكلم مع حضرتك في اكتر من حاجه، ولكن نبدا من التقرير اللي كان لسه معانا، تشامبيونز ليج. طبعا الناس كلها مستنيه بطوله كل العالم بيتفرج عليها، بنستمتع بيها، بتقالي فيها مشاهدات كمان، ناس بتستنى اكتر من كاس عالم. طبعا كاس العالم كل 4 سنين، ولكن دي بنستمتع بيها كل سنه، لقاء قوي. النهارده في لقاءين الناس كلها مترقباهم، يعني لقاء ليفربول وآيكس، ده احنا اللي مستنيينه كمصريين عشان صلاح يتألق. توقعك ايه للقاء ده، وشايف ليفربول هيعود ولا هيكمل في الكيرف ده؟ هي خلينا نكون متفقين ان مباراه ليفربول وآيكس دي هتبقى مباراه مصيريه لليفربول، خاصه بعد الهزيمه في الجوله الاولى من نابولي. فبالتالي هيكون مطالب بيه ان هو يعيد ترتيب اوراقه لمباراه اليوم. يعني تاريخيا، خلينا نرجع تاريخيا كده، هم مباراتين سبق ليهم لعبوا مع بعض، طبعا كانوا من نصيب ليفربول. للاسف ما كانش نجمنا محمد صلاح موفق في المباراتين امام اياكس. نتمنى ان هو يستفيق في تلك المباراه ويضم اياكس لقائمه ضحاياه، سواء كان في الدوري الانجليزي او دوري ابطال اوروبا. طبعا هو ما صنعش في تاريخ المواجهات المباراتين اللي لعبهم ليفربول امام اياكس، ما صنعش اي اهداف، وبرضه لم يسجل اي اهداف. فبالتالي هي فرصه لتصحيح الاوضاع، فرصه لمحمد صلاح ان هو ينهي صيامه التهديفي ويعود لفريقه من جديد. عايز اتكلم مع حضرتك كمان عن لقاء مهم، وده ضرب نار، لقاء كده زي بنقول ده عشان نستمتع بقى، لقاء عشان كله يقعد كده وهدي النور، شوف فيلم الرعب اللي هيحصل. الازمه احنا هنتفرج على مين ولا مين؟ بايرن وبرشلونه. لا، بايرن وبرشلونه ده فيلم رعب. ده طبعا طبعا بالتاكيد. يعني خد بالك في نقطه مهمه جدا، ان دي اول مباراه لعوده ليفاندوفسكي لملعب اليانز ارينا بعد انضمامه لبرشلونه. فبالتالي هي مباراه بيترقبها الجميع وينتظرها الجميع. يعني اعتقد ان هي هتاخد اعلى مشاهدات على مستوى العالم، العالم كله منتظر المباراه ديت. مباراه يعني خلينا نكون متفقين برضو، مجموعه صعبه، يعني مجموعه فيها فيها معاهم انتر ميلان، فبالتالي شايفها هي مجموعه ناريه. بايرن وبرشلونه انا متوقع ان هي المباراه هتبقى في صالح بايرن ميونخ، لان هو مع ان انا بشجع برشلونه، ولكن شايف بايرن هو الافضل. ما نقيسش نتيجه مباراتي الجوله الاولى. يعني انت شايف بايرن الافضل؟ انا شايف بايرن الافضل في المباراه دي. انك بتشجع برشلونه؟ مع اني بشجع برشلونه يعني، بس انا شايف البايرن انه المقاومات عنده كتير، الاستقرار عنده بشكل كبير، ما بيتغلبش بسهوله على ملعبه وسط جمهوره. خلينا برضو نرجع نقول تاريخيا، تاريخيا انت لا، البايرن متفوق بمراحل. يعني الموسم اللي فات كانوا مع بعض في نفس المجموعه 3-0 بايرن ميونخ ذهابا وايابا، النتيجه الشهيره طبعا 8-2. لا، بس السنه اللي فاتت برشلونه غير السنه دي. هو برشلونه السنه دي مختلف بفضل الصفقات اللي عملها، بتواجد ليفاندوفسكي الهداف، وفرانكيسي برضو متواجد معاهم، عمل توليفه كبيره الجهاز الفني لبرشلونه، بالاضافه الى عثمان ديمبلي برضو احيانا بدا يفوق، ارنستو فاتي برضو موجود. لا، في عناصر هجوميه متميزه، ديونج اسماء كتير موجوده وعامله شغل كويس. بس هنا بقى يجي دور اللي بيشجعوا مدريد. انا النهارده هتفرج على ماتش بدون اي ضغوطات، ما مره كده وانا مستمتع، ما عنديش ازمه خالص. هو دايما حظ ريال مدريد بيقع في مجموعات سهله، والقرعه توقعه في حاجات سهله. ف هو ده كلام بتاع برشلونه دايما طبعا. عايز اروح مع حضرتك بقى من الكره العالميه لابطال من حديد، ابطال اليد اللي دايما بيسعدوا جماهير نادي الزمالك. شايف ابطال اليد امبارح عملوا بطوله مهمه جدا وماتش مهم جدا، ما بيستهونوش دايما بحد، بيخشوا يكسبوا، بيفرقوا بشكل كبير. شفت امبارح لقاء اليد ازاي؟ احنا خلينا في الاول نبارك لمنتخب لنادي الزمالك بمناسبه فوزه بيه. هو الزمالك منتخب، هو طبعا هو القوام الاساسي للمنتخب كله من نادي الزمالك. طبعا احنا اثبتنا للجميع ان احنا ملوك صالات، ملوك صالات في كل الالعاب مش في اليد بس، لا احنا اليد متفوقين فيها بمراحل. يعني ما فيش بطوله سواء كانت محليه، بطوله افريقيه، بطوله دوليه بننافس عليها للنهايه. وخرجنا برشلونه في كاس العالم للانديه بالتاكيد. فانت شايف ان احنا فرقه نادي الزمالك لليد، لا فرقه
ما حدش قدر يوصل لها، يعني ما حدش يقدر يكسبنا بسهوله، ما حدش يقدر، على الرغم ان في معوقات بتحصل، لكن برضو نادي الزمالك بيبقى هو نمره واحد في الهاندبول. طبعا انك انت تاخد بطوله من المنافس التقليدي بتاعنا، انت بتاخده على طول، يعني انت بتكسبه في كل المباريات، بتكسب النادي الاهلي، بتكسبه في دوري، بتكسبه في افريقيا، بتكسبه في كل البطولات، فبالتالي يستحق ان احنا نكون نسمي الجيل ده ملوك الصالات. فعلا هو نادي الزمالك ملوك الصالات لكره اليد. طبعا هي كانت مباراه قويه جدا، الخبره بتاعت لعيبه نادي الزمالك هي اللي حسمت المباراه في النهايه. صحيح. يعني احنا طبعا نبارك للجيل ده لهذا الانجاز سوبر، ونبارك لمجلس الاداره على الانجازات اللي بتتوالى، دوري قدم وكاس مصر قدم ودوري يد وسوبر يد، فانجازات متتاليه، ودوري طايره، فانجازات. احنا نادي الزمالك مش هتوقف في الفتره ديت عن الانجازات، احنا هنواصل الانجازات وهنواصل المسيره، وقادرين على ان احنا نتوج بالمزيد من الالقاب في الالعاب الجماعيه الاخرى. وطبعا احنا لازم، معلش، لازم نعطي كل ذي حق حقه، يعني أكيد. احمد مرتضى منصور عضو مجلس الاداره المسؤول عن ملف الالعاب الصالات، لا عامل صفقات ممتازه جدا، وبيعمل في هدوء وفي صمت، يعني بيبرم صفقات اكتر من رائعه في كره اليد، كره الطايره، كره السله. لا يعني احنا لازم نعطي كل ذي حق حقه بصراحه في هذا الموضوع. الزمالك الحمد لله يعني عنده في كل لعبه اسطوره، في كل لعبه لعيب بالتأكيد. اسطوره كبيره جدا بالتأكيد. اليد في اساطير كتير صراحه، ولكن في الجيل الحالي في، يعني لو قلنا العناصر الخبره والاسطورتين، في هتلر وفي احمد الاحمر، تحب تقول لهم ايه الاثنين الكبار اللي بيدوا للفريق قوه كبيره جدا رغم سنهم؟ يعني انا عايز اقول لهم انتوا من عناصر الخبره اللي هي من اللعيبه اللي مش هتتكرر في تاريخ كره اليد المصريه. طبعا هم ليهم انجازات سواء على صعيد نادي الزمالك او في صعيد المنتخب الوطني، حققوا العديد من الانجازات، فبقول لهم لا، انتوا على الرغم ان هم في ناس بتشكك في قدراتهم وامكانياتهم، لكن هم ما زالوا قادرين على العطاء، واتمنى استمرارهم لفتره طويله. الفتره اللي جايه انا اتمنى ان هم يستمروا في الملاعب، لا هم لسه بكامل لياقتهم، يعني ما تحسش ان دي لعيبه كبار في السن، لا هم ليهم بيأدوا اداء رجولي في الملعب، بينقلوا خبراتهم اللي اكتسبوها طوال السنين اللي فاتت، بينقلوها للجيل الجديد والصفقات الجديده اللي بيبرمها نادي الزمالك. طبعا في لعيبه بتنقصها الخبره، ده نمره واحد، في لعيبه ما احتكتش بال، يعني ان كونك انك تلعب في نادي ورايح تنتقل لنادي الزمالك، لا في كارير تاني، يعني مستوى تاني جدا، فبالتالي انت بتعود هذا اللاعب اللي هو منضم اليك ازاي تتعامل باحترافيه في نادي كبير زي نادي الزمالك، اللي هو بتوجهه انك كل بطوله بنخشها لازم نفوز فيها. فهم بصراحه شابوه وتحيه لهتلر وكابتن احمد الاحمر. ان شاء الله اللي جاي يكون افضل، ودايما كده كوماندوز اليد زي ما بيفرحونا يفرحونا دايما، وده اللي احنا تعودنا عليه منهم. عايز اروح من ملف اليد ملف القدم، والزمالك عنده بدايه مشوار افريقي وبدايه الموسم من افريقيا، هنلعب بطل تشاد في الكاميرون، فريق غامض ليه؟ احنا ما شفناهوش فيديوهات كتير، يعني شفناه متهيألي 2019 لما لاعب الترجي، وكان لقاء قلنا ممكن يبقى طفره، تعادل مع الترجي ذهابا وايابا قدر يفوز الترجي 2-1. الزمالك تاريخيا مع ابطال تشاد سكورات كبيره، نتائج كبيره جدا، شايف اللقاء الجاي هيكون عامل ازاي تحديدا؟ هيكون في الكاميرون في اجواء مش افضل حاجه. يعني هو خليني بس انا مندهش من حاجه بسيطه جدا، اللي هو ازاي بطل دوري ويلعب دور التمهيدي، يعني دي حاجه مش منطقيه بالمره، يعني لا مش اي بطل دوري، انا الزمالك تاريخ الزمالك وتاريخ، وانت بقالك فتره انت يعني بتوصل فاينل، بتوصل، يعني هي ما فيش غير كبوه السنه اللي فاتت، وطبعا لكل جواد كبوه، ف تراخينا فريرا سال ده، فبالتاكيد فهو ده سؤال موجه للاتحاد الافريقي، يعني انت بتختار بناء على ايه؟ ما هي معاييرك؟ هل انت معايير ابطال دوري تخليه يلعب دور تمهيدي؟ ده مش منطق، يعني وانت تاريخ انت بتجامل مين على حسابي؟
ده سؤال غامض جدا من الاتحاد الافريقي، واعتقد ان هم مش هيلاقوا له جواب يعني. صحيح. ولكن احنا خلينا نبتديها خطوه بخطوه. انا شايف ان البدايه، ضربه البدايه مهمه جدا. إلكة تشادي فريق زي ما انت قلت غامض، لكن انت اللي دايما بتقلق منه الفريق اللي هو مش كتاب مفتوح بالنسبه لك، اللي هو الفريق الغامض ده لازم بتعمل له الف حساب، خاصه انك انت ما عندكش داتا كبيره. هو ممكن يكون عمل طفره امام الترجي، اتعادل معاه في ملعبه واتغلب 2-1 بره ملعبه، فبالتالي مش مقياس يعني. انت لما تيجي مثلا تلاعب فريق معروف، ترجي، تلاعب النجم الساحلي، تلاعب الرجاء المغربي، دي فرق معروفه بالنسبه لك، فبتقدر تجمع تذاكرها اكتر، فبتعرف تذاكرها قوي وبتعرف نقط الضعف فيهم. يعني فريرا ممكن يشتغل على لقاء الذهاب غير لقاء الاياب. انا شايف ان هو لقاء الذهاب ده هيكون هو مفترق طرق بالنسبه له يعني. انا شايف ان هو يا اما بيكون ليه فكر ان هو عايز يخرج باقل الخسائر، نتيجه تعادل، نتيجه كسبنا يبقى كويس ان شاء الله، وبالتالي هيبقى درس المنافس في مباراه الذهاب، فبالتالي هيعمل له الف اعتبار في لقاء العوده ويكون الحسم من القاهره ان شاء الله. لكن انا متفائل جدا بالاداء اللعيبه والاداء والروح القتاليه لعيبه نادي الزمالك. انا واثق احساسي بشكل كبير جدا ان احنا هنحسم التاهل من مباراه الذهاب في الكاميرون ان شاء الله. ولسه نتكلم اكتر عن لقاء الزمالك القادم، ولكن خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا. لسه مكملين مع استاذ عبد الناصر، وكنا بنتكلم عن لقاء تشاد، بطل تشاد اللي ان شاء الله هيكون يوم الاحد. شايف فريرا يبدا هجوميا بشراسه هجوميه ويحاول يسجل في اول الدقائق ويسهل الامور على نفسه، ولا يقسم الماتش ازاي؟ انا شايف اللي هو زي نفس السيناريو اللي كان بيلعب بيه مباريات الدوري في الفتره الاخيره، اللي هي المواسم الاخيره، الاسابيع الاخيره للدوري، كان بيلعب بطريقه هجوميه، بيهاجم، يربك المنافس، يجيب هدف مبكر، المنافس بيضعف معنويا بعد الهدف المبكر، اي منافس يضعف معنويا بعد الهدف المبكر، وخاصه لما يكون على ملعبه. فبالتالي انا شايف ان الناحيه الهجوميه لازم انت تخوض المباراه ديت بشكل هجومي، ولكن مع توخي الحذر يعني برضو لازم يبقى الحذر موجود فيما يتعلق بالناحيه الدفاعيه. فهو ده الطريق الامثل لعبور عقبه الفريق تشادي، انك انت عندك عناصر هجوميه موجوده متميزه وعناصر دوليه كلها موجوده، فبالتالي ليه ما جازفش وادخل بناحيه هجوميه من البدايه، اهاجم بشكل قوي بحيث اقدر اسجل واسهل الامر بس. فممكن المنافس يضعف معنويا، لان خد بالك انك انت بتحسب الهدف بره ملعبك باثنين، فبالتالي المنافس معنويا بينهار، فانت لما تسجل بره ملعبك فباثنين. لا مش محتاجين دي تسجيل بره ملعبك يعني. لا انا بتكلم على الفريق المنافس اللي هو الفريق تشادي يعني. هيضعف معنويا لما يحس ان دخل فيه هدف على ملعبه، فبيحس ان المهمه بتصعب عليه بشكل كبير جدا، لان خاصه ان مباراه العوده هتكون في القاهره، فبالتالي انا شايف انك انت تحسم المباراه من موقعة الذهاب بصراحه يعني. زمالك يوم الاربعاء يكون في مؤتمر رئاسه المستشار، هيعلن فيه عن اسماء طبعا الصفقات واخبار سعيده لجماهير الزمالك. شايف الزمالك محتاج تدعيمات فين في الملعب؟ اللي محتاج تدعيمات فين؟ ايه المراكز اللي محتاجه تدعيمات؟ لا انت محتاج في مركز الظهير الايمن، محتاج لاعب بيكون من جانب حمزه المسلوسي. شايف عايز مهاجم صريح يكون مع سيف الدين الجزيري. هم دول المركزين اللي انت محتاجهم دلوقتي. انت خلاص عملت تدعيماتك، خط النص موجود، زكريا الوردي شفناه عمل اداء رائع امام الهلال السعودي، ما ظهرش يعني، ما اقدرش احكم عليه يعني. هي في كام تمريره تبين لك ان هو خامه كويسه. لا اكيد الزمالك جابه، فاكيد هو خامه جيده طبعا. انت حراس المرمى يعني، نحب نشكر مجلس الاداره على ضربه المعلم اللي هي اتعملت. محمد صبحي. محمد صبحي يعني مجلس الاداره كان بيخليك يخلى الناس تتجه في تعاقد مع حارس اخر، والمجلس بيتحرك في سريه تامه مع محمد صبحي. يعني كانت الانباء تقول محمود جاد مش عارف مره، مش عارف مين مره، مين مره، مين، والناس كلها ماشيه في السكه دي. كلهم اسماء كبيره صراحه، ولكن صبحي ابن النادي. هو ابن النادي، وهو خاصه ان النادي المنافس كان برضه بيرغب في محمد صبحي، ولكن احنا محمد صبحي ابن من ابناء الزمالك، ويشكر ان محمد صبحي ان هو لما فضل يرجع، رجع بيته نادي الزمالك. نادي الزمالك هو اللي عمل محمد صبحي، هو اللي خلاه ينضم للمنتخب
الوطني الاولمبي في وكان اخذ افضل حارس في افريقيا. محمد صبحي مع نادي الزمالك شارك برضو انضم للمنتخب بسبب الاول لو شفنا مباراه المغرب الدقائق اللي هي شارك فيها مكان محمد ابو جبل. محمد صبحي لا هيبقى حارس واعد جدا 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 هو مستقبله في نادي الزمالك. فنشكر مجلس الاداره اللي هو بيتحرك في سريه تامه. نتمنى مزيد من الصفقات والضربات الموجعه للمنافس عشان نشوف نادي الزمالك الموسم اللي جاي هيبقى افضل وافضل وافضل. وان شاء الله هتكون البطوله اللي غايبه عننا سنين هي بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله تكون من نصيب نادي الزمالك ان شاء الله. عايز اتكلم مع حضرتك عن لقاء سوبر لوسيل، مش هنتكلم عنه فنيا ولكن نتكلم على الاستفاده بشكل عام اللي وقعت على نادي الزمالك. شايف الزمالك استفاد ازاي من اللقاء؟ لا هي في من ناحيه الاستفاده انت استفدت كتير من المباراه ديت. هي كانت مباراه صعبه جدا امام فريق برضو في نجوم كتير جدا، لكن انت كنت ند وخصم عنيد ليه. هي طبعا في النهايه انت ما فزتش بالمباراه ليه؟ بسبب ضربات جزاء، ضربات الحظ يعني احنا بنسميها ضربات الحظ، يعني ما اتغلبتش في اثناء 90 دقيقه، لا انت بضربات الحظ صحيح. انت اتغلبت. فهي لازم هي كره القدم دايما فيها غالب ومغلوب، لكن المكاسب مكاسب كتيره. انت برضو انت كنت خد بالك انت بتخوض مباراه الهلال وانت بتتعرض لمؤامرات كتيره جدا، منها انت في البدايه لعيبه نادي الزمالك ما بتلعبش امام هذا العدد الهائل من الجمهور، يعني انت مباراه الدوري وما بتلعبش امام هذا العدد من الجمهور، فيشكروا على انهم ظهروا بهذا الاداء والمستوى امام هذا الجمهور الغفير. عشان كده بنتمنى ان يتم زياده عدد الجماهير في الموسم اللي جاي ان شاء الله. شايف ان برضو مفيش وقت للراحه، يعني انت تلاحم 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 تلاحم، فبالتالي مفيش وقت للراحه، فده اثر بالسلب على ده حسينا بيه في الشوط الثاني. لاعبتنا جايين مجهدين جدا مجهدين جدا، انت بتلعب موسم كامل وضغط مباريات متتالي ورايح تلعب مباراه كاس سوبر وشويتين وتلعب بعديها بكام يوم افريقيا وبعديها ترجع الدوري وكاس سوبر مصري، فانت كان كله بيحارب نادي الزمالك وما بيوفرلوش وقت للراحه في الوقت اللي انت لما انديه تانية بتطلب وقت للراحه عشان خاطر تمثيل مصر في المحافل الدوليه بيتم توفير لبن العصفور ليها، اشمعنى نادي الزمالك؟ انا مش فاهم. برضو انا شايف ان التضارب المواعيد بين المنتخب ومباراه دوري ابطال افريقيا، يعني انت ازاي بتاخد يعني خمس لعيبه من نادي الزمالك وهم القوام الاساسي وعايزهم معاك؟ لا انت لا انت في فرقه بتلعب في افريقيا، في فريق بيلعب بيمثل ما خدهمش هو بس حط اسمائهم، لكن هو عايزهم قبل مباراه العوده، هل منطقي؟ انا مش شايف ان في حاجات يعني بتطلع ضد نادي الزمالك انا مش فاهم ليه، يعني لازم في وقفه، يعني ازمه كبيره جدا جدا جدا. برضو خلينا نكون برضو يعني من مش عايز اقول سبب اساسي في خساره كاس لوسيل، تقنيه الفار، يعني انت نفس الحركه اللي عملها عواد الحارس المعيوف برضو عملها في ضربه الجزاء بتاعت الونش، ليه ما تعيدش؟ حتى ساعتها الحارس الحكم قال لعواد رجليك الاثنين على الخط، ونفس النظام بعد لما محمود الونش بينفذ ضربه الجزاء كان في رجل خارج الخط، في رجل خارج الخط. فبالتالي انا شايف بص يعني هي بطوله ربما استفدنا منها بشكل كبير جدا، احتكاك كبير مع منافس كبير مع نادي كبير جدا، فرصه بالنسبه لفريرا ان هو شاف ابراهيم انضاي في تجربه رسميه وشيك قالها، قال لو احنا كنا افضل بدنيا كان ممكن نظهر بشكل افضل، ولكن الحمد لله القادم افضل ان شاء الله، يعني احنا خلينا نكون متفائلين بيه الفتره الموسم اللي جاي. طموحاتنا نخلي طموحاتنا كلها على دوري ابطال افريقيا، نحتفظ بيه لقب الدوري العام للموسم الثالث على التوالي ان شاء الله. الصفقات الجديده اللي هتتم ابرامها من قبل مجلس الاداره اكيد هتكون اضافه قويه لنادي الزمالك فيما هو قادم. ان شاء الله هيكون الزمالك افضل في الفتره اللي جايه، وانا شايف المكاسب من اللقاء اللي فات كانت كتير جدا، منها بحتك بمنافس قوي جدا في وقت انا فيه مش افضل حاجه، بس ده بيديني يعني رؤيه للي جاي، بيخليني اعرف انا محتاج ايه في الفتره اللي جايه. هو خد بالك النادي الهلال مش نادي صغير، يعني ده هو زعيم الكره الاسيويه، نادي من اكبر الانديه في قاره اسيا، نافس على بطولات بينافس على بطولات دوري ابطال اسيا، بينافس على الدوري السعودي كل موسم. يعني انا شايف ان المباراه لا تجربه
استفدنا منها بشكل كبير جدا. نجحنا في ان احنا الجهاز الفني نفسه اكيد هيدرس الاخطاء اللي تم الوقوع فيها في المباراه ديت عشان يتلافاها بدايه من مباراه إليكيت إتشادي في دوري ابطال افريقيا. فاحنا نتمنى ان احنا يكون مباراه وانتهت خلاص نصرف نظر عنها، القادم هيكون افضل ان شاء الله. شايف الزمالك السنه القادمه يركز في بطولات ايه؟ يعني دايما الزمالك بيكون داخل على كل البطولات، ولكن عندك دوري وكاس وافريقيا وهيكون في بطولات ان شاء الله ثانيه اخرى، كل ما تاخد بطوله بتفتح لك سكه جديده. الزمالك يركز او يصب تركيزه في بطوله ايه اكتر؟ خليها بالترتيب يعني؟ اه نخليها بالترتيب. دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا ده لو ان شاء الله ربنا يكرمنا وكسبناه، لان هو ده غايب من سنين طويله عن نادي الزمالك. بس انت عندك كل حاجه ليه هدف، يعني دوري ابطال افريقيا مهم وغايب، الدوري هيبقى السنه الثالثه على التوالي. ما انا قلت لك هرتبهم بالاولويات. ماشي. بالنسبه لي ماشي. انا بالنسبه لي شايف دوري ابطال افريقيا هو الاهم. ماشي. ليه؟ لان الجمهور، جمهور نادي الزمالك، يعني انت الناس بتتكلم على الزمالك وادائه والكلام ده كله ما بينافسش على افريقيا، لا احنا ننافس على افريقيا السنه دي، ده بالنسبه لي نمره واحد وفرصه انك انت هتكون متواجد في كاس العالم للانديه ان شاء الله. نمره اثنين الدوري، الدوري بالنسبه لي عنصر مهم جدا. الدوري انك تنافس عليه المره الثالثه على التوالي، لان في ناس بتشكك ان الزمالك هيقدر ينافس على الدوري الموسم اللي جاي ويقولوا لا ده انت كفايه عليكم موسمين والتاريخ بيقول موسمين وبترجعوا تغيبوا عن الدوري، لا الموسم الثالث على التوالي ان شاء الله هيكون من نصيب نادي الزمالك. بالنسبه لكاس مصر بقى نمره ثلاثة، كاس مصر ده خلاص بقى لعبتنا. لعبتنا احنا كل موسم بننافس على كاس مصر، فبالنسبه لي هو مش من ضمن الاولويات قوي زي دوري ابطال افريقيا والدوري العام. ان شاء الله ننافس على كل البطولات، وده محتاج شغل كبير جدا من فريرا، مع انه للاسف ما عندوش وقت يعمل اعداد، يعني هو يا دوبك هيلحق يعمل شغل الموسم الجديد وخلاص، ما عندوش فتره اعداد، ودي مشكله. ما هي مشكله، ما ده اللي قلناه عليه من قبل كده، اللي هو تضارب المواعيد وضغط المباريات المتتالي ده اثر بالسلب على الاداء. لكن انت لازم تاخد كل مباراه خطوه بخطوه. بطوله دوري ابطال افريقيا هناخد كل مباراه ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، لغايه ما نوصل للمباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا ونتوج بلقبها ان شاء الله. فانا شايف ان هو ما فيش راحه، هي ضغط متتالي المباريات، لكن انت عندك لعيبه بتتمتع بالخبره، بتتمتع بانها قادره ان هي تعالج هذا الامر بمرور الوقت، فبالتالي انا شايف انها مش مبرر برضو ان احنا نقول ضغط المباريات المتتاليه، لا هو مبرر بيأثر على اللياقه البدنيه، لكن احنا لعيبتنا قادره انها تتحدى هذا الامر وتتحدى كل المعوقات. ياما بتقابلنا معوقات في الطريق في البطولات اللي بنشارك فيها، بنقدر نتحداها ونتخطاها، وفي الاخر ياما شفنا في الدوري العام مثلا على سبيل المثال، في الدوري تعرضنا لضغوط بشكل كبير جدا وحرب بشكل كبير جدا، ولكن نجحت لعيبتنا انها بالخبره والتحدي والروح القتاليه انها تتواجد بالدوري ان شاء الله السنه الجايه. السنه الجايه كل البطولات ان شاء الله من نصيب نادي الزمالك. النهارده سالت الجماهير عن توقعاتهم لاهم لقائم بالنسبه لنا في الشامبيونز ليج، انت سريعا توقعات حضرتك ايه؟ ليفربول واياكس. ليفربول 2-1 لليفربول. ليفربول اوكي. بايرن ميونخ وبرشلونه، اتمناها لبرشلونه، لكن هي بالحسابات والمنطق بايرن ميونخ هيكسب 3. انا شايف المباراه هتبقى فيها مليانه اهداف، انا شاكك ان المباراه بايرن وبرشلونه مليانه اهداف، لكن هيبقى الفوز من نصيب بايرن. في حد في الاستوديو هنا قال لي 5 لبايرن ميونخ، 5-1 هنشوف ده يطلع صح ولا لا. كده كبيره قوي. تعالوا نشوف الجماهير قالوا ايه. محمود مساء الخير عليك يا قضا، منور شاشه نادي الملكه، اشكرك. مباريات دوري ابطال ما لهاش توقعات، كلها صعبه جدا، بس المباريات هتبقى ممتعه وجميله، والاصرار على المكسب والروح العاليه، يا رب صلاح يجيب هاتريك النهارده. طبعا نتمنى ذلك افتخر. وليد مساء الخير يا قضا، منور اشكرك. دوري ابطال اوروبا اقوى بطوله في التاريخ، بايرن ميونخ وبرشلونه اقوى مواجهات اليوم، ودور المجموعات توقع فوز بايرن ميونخ على برشلونه وفوز ليفربول على اكس. تحياتي ليك ولفريق العمل، اشكرك. محمد مرسي مساء الخير عليك يا قضا، دايما منور اشكرك حبيب قلبي. توقعاتي مباراه ليفربول واكس، ليفربول هيخسر، فوز ليفربول وعكس الارقام 2-0 على اياكس، اما مباراه برشلونه وبايرن ميونخ تعادل ايجابي، ان شاء الله نجمنا صلاح يتالق ويسجل اتمنى. زيزو مساء الخير عليك يا قضا، دايما منور قناه الزمالك. توقعي لمباراه برشلونه وبايرن ميونخ 3-2 لبرشلونه، وحد هو يتوقع فوز برشلونه، وتوقعي لمباراه ليفربول واياكس 3-1 ليفربول.
ميدو مساء الخير عليك يا قاضي، متألق اشكرك، اتوقع ان شاء الله فوز بايرن ميونخ 3-1 وليفربول 2-0. نتمنى النهارده اهم حاجه محمد صلاح يسجل وان شاء الله يعني يقدر يسجل بشكل كبير. محمد صلاح اخر كام لقاء كان عنده باد لك غريب. هو محمد صلاح طبعا احنا بنتمنى له ان هو يستعيد بريقه التهديفي من جديد عشان ينافس على جوائز الموسم اللي ابتدى الدوري الانجليزي. طبعا في ظل هتبقى فيه منافسه شرسه مع هالاند. هو هالاند بيستلم خلاص هداف الدوري، هو يعني هو بيجهز البدله اللي هيستلم بيها هداف الدوري. ما هو خلاص هو يعني 10 اهداف في اول كام جوله يعني. لا ما لا لعيب يعني مكنه من انجح صفقات مانشستر سيتي اللي عملها. هنحسده مفيش مفيش هنقر عليك هنقر روح صراحه. يعني مفيش يعني كنا زمان يعني نشوف مثلا كان في مانشستر سيتي مثلا اجويرو. كان زمان اجويرو، لا دلوقتي في هالاند. يعني هالاند كل كوره ده لو بعيد عنه بيجيبها برجله بسم الله ما شاء الله. جون شهير بيدوس على المدافع وبيحط جون مفيش. لا طوله وجسمه تحس ان هو في ناس بدات تقول لك ده روبوت بجد ما بيضحكش نهائي، بيسجل الجون وهو تمام يعني ده جون يعني. في فنتمنى ان محمد صلاح يعود للتهديف من جديد، لان دي هتبقى صيامه التهديفي طبعا بأثر عليه نفسيا بالتاكيد. سلسله نزيف النقاط اللي بيتعرض ليها ليفربول في الدوري الانجليزي برضه مأثره على نفسيته، فاتمنى ان هو يستعيد ذاكرته التهديفيه من جديد بدايه من مباراه النهارده امام اياكس. شايف النهارده فعلا زي ما الاراء بتقول هيكون في تعادل لبايرن ميونخ وبرشلونه، ولا ممكن يحصل حفله اهداف؟ هي حفله اهداف. انا مش يعني انا مش مقتنع ان هو ان مباراه زي دي هيهاجموا الاثنين بشراسه. الاثنين هيهاجموا بشراسه والاثنين عندهم قوه هجوميه شرسه. ماني ممكن يسجل النهارده؟ ماني ممكن يسجل، وليفاندوفسكي ممكن يسجل. ليفا يسجل في فاير؟ في فاير ممكن. انا مش قادر اتخيلها، مش قادر. الواحد هو مش متخيل ان بعد عشره السنين دي اول يعني حظك في اول تجربه ليك مع برشلونه يوقعك دوري المجموعات مع بايرن ميونخ، واول مباراه هتلعب مع برشلونه، ثاني مباراه مع برشلونه، واول مواجهه ليك امام البايرن هتبقى في ملعب اليانز ارينا. فبالتالي انا شايفها نظريه صعبه جدا. انا لغايه دلوقتي مش مصدقها بشكل كبير جدا يعني. هي نفسيا صعبه كمان. وهي نفسيا صعبه، واعتقد ان بس هما الجمهور في اوروبا بيفكر دايما بالامور بشكل متحضر جدا، فاعتقد ان يعني ايا كان لا يحصل هنستمتع. جمهور البايرن هيستقبل ليفاندوفسكي استقبال رائع. شكرا ليك، نورتني وشرفتني يا استاذ. شكرا ليك، واتمنى ان انا مبسوط دايما معاك، واتمنى ان شاء الله تتكرر الحلقات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، دي كانت نهايه حلقتنا، اشوفكم على الف خير، ودايما مساءكم ابيض بخط حمر.